قال احد وزراء الشؤون الاجتماعيه لاحدى الدول العربيه ومن ضمن اقواله ان الزواج المبكر سبب في خروج الجنين مشوها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ هذا ما له اصل، الزواج المبكر مطلوب، لذلك قال يا معشر الشباب من استطاع ذلك فتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج، هذا هو المشروع. فاذا زوج عند اهليته للزواج عند وجود الشهوة إذا زوجه قد أحسن، وليس عليه في ذلك خطر. وهذا القول الذي قال القائل هذا تخرص لا أصل ولا يحرم شوها، بسبب الزواج المبكر هذا شيء لا أصل، وإنه هو تنفير من الزواج المبكر بغير حق وبغير علم. وزوج الناس أولادهم مبكرين وما رأوا إلا خيرا، ولم يحصل من ذلك هذا الشر الذي قاله هذا القائل.